قال مصدر أمني لبناني إن معطيات أولية لتحقيق تجريه السلطات اللبنانية في انفجارات أجهزة البيجرز التابعة لحزب الله التي وقعت الثلاثاء كشفت أن هذه الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة. وقال المصدر إن المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز، موضحا أن التحقيق لا يزال في بدايته.